والباقي الكل السيطرة القيادة والسيطرة وصناعة كل هذا العالم هي بطبيعة حال معروفة ثاني جهات. وطبعا كل عمل تقني أو تكنولوجي أو كذا ذكاء صناعي أو غيره هو بطبيعة حال فيه دائما وأبدا الجانب السيء والجانب الإيجابي. مثلا ثم النووي نمشوا نحن نعمل قنبلة نووية، لا نجم نستخدم النووي مش في الأغراض النووية، ثم ذكاء صناعي نستخدموه بالطريقة المناسبة في منظومة بيداغوجية وعلمية وتربوية مناسبة، ولا نستخدمه في الأمور الأخرى ومنها الجرائم. داير توا معناها الجينيراسيون الجديدة متاع البيولوز، القوانين اللي فيها الحياة وفيها الإيتيك وفيها أخلاقيات كذا وإلى آخره، راي زاد الجرائم السبرانية وغيره وغيره والاستخدامات، وراو الموضوع كبير برشا. إذا تحل وتبحث توا تحط مخاطر الذكاء الصناعي ولا لي ريسك ولا لي دونجي ولا كذا ولا لكذا، تو تلقى الكتب المكتوبة منذ تسعينيات القرن الماضي يا سيدة مريض على الموضوع هذا بما فيها المؤسسين للعلوم هذه أكثر بلا الإيجابية. منذ تسعينيات القرن الماضي فيهم حتى مجلة المعرفة، فيهم حتى الترجمات، قلت لك منذ تسعينيات القرن الماضي يتباعوا في نهج دباغين. انت تقرأ أبواب مفتوحة، تقرأ أبواب مفتوحة، هذا ما تفهمين فيه، مش نقرأ فيه أبواب مفتوحة. ما ناس فيه شبيرهم الذكاء الصناعي جاء البارح، الذكاء الصناعي راو زادة الانتليجنس متاع أجهزة المخابرات، راي هي اللي أنشأت الموضوع هذا، مو باش نفهموا بعضنا زادة كوسيلة علمية احنا نستخدموا كل شيء. لكن نفهموا وأنهي بهذا، وسمحني مولدي طولت اخر كلام مريم، خليتك تبني الفكر، باش تبني من الفكره من باب فضيله العمل الجماعي والنقاش الجماعي والعاطفه الجماعيه ما بيننا جميعا كزملاء باعتبار السيده مريم. شكرا سيسلام. قلت لك سيدتي العزيزه، هو الذكاء يكمن في هذا، لا يكمن في امور اخرى، الذكاء يكمن في هذا، في كيفاش نعيشه. ولذلك هي الفكره هي حياه العقل وحياه الشعب وحياه الدوله وحياة الوطن في المستقبل، وروح الدولة وروح الشعب وروح الوطن. هذا هو راو التربية والتعليم وغيره طبعا. احنا لأنه الإنسان مش نبنوه، طب نرجع لك من بعد فلسفيا شنو الموضوع ذا الذكاء الاصطناعي. وأنهي أكبر عتاب مستخدمي هذه التقنيات اللي يخدموا مع جوجل ومع الجماعة واللي استقالوا واللي خارجوا حتى من الأمم المتحدة حتى من منظمة التجارة، الكلهم عملوا تقارير سلبية في اللي وصلوا الذكاء الاصطناعي. نحن مش ناخذ الأمور الجيدة في الموضوع هذا، لكن منحبوش التلميذ ولا الطالب في تونس في المستقبل يولي مربوط في ثلاثية. وتنقول لك أنا بعد شكون جاي شكون جايبها الأفكار هذه، لا لا نقول لك التلميذ والطالب يخلط له ساعة لا 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 هي منظومية مش يخلط له من نهار الأول. ما قلت لك هذه هو واقع واقع معناتها للاسف الشديد انا مجبور اني نولي نكون بلو تيغ اتيغ. اللي يسمع اللي يقول لك انا اليوم تحكي لي على المخاطر من الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشين بيه، هو التليفون لا ثم ما اخطر ثم تو تلامذة صغار في الدار يستخدم التطبيقات هذيك باش يملوا عليه وباش يكتبوا له وباش ياخذوا في بلاصته، ولا يقرا لا يكتب لا يسمع لا يشوف. ريتها لا يقرا لا يكتب لا يسمع يشوف لا يشوف، معناها كانه حاطين له بيس في الواحد نتاعو. سامحني هذه العباره ثلاثه جمل. يحبوا في المستقبل البشر يكون شويه انسكت الماكله نتاعو، شويه انسكت شويه انسكت شويه حشرات وشويه دروغ وشويه جو فيديو. وهذه قلت لك كبار عتات المفكرين يحذروا من الفورمول اللي نحبوا عليها البشر غدا. ولذا نحن الذكاء الاصطناعي اللي نحبوه ذكاء يخلي الاصطناعي اصطناعي ويخلي الانساني انساني، والاصطناعي يعاون الانساني على ما هو انساني، والانساني يتغلب على الاصطناعي اذا يخرج على الانساني. واضح سلاح مولتي. شكرا. انا بالنسبه لي اللي شديته من خطاب السيد الرئيس البارح، نعتبر اللي مسألة الذكاء الاصطناعي وموقفه منها مسألة قديمة برشا وما هيش هي العنصر الأساسي، لأنه بالضبط هي قديمة قدم موقفنا من العلم. العلم اللي جاب القنبلة الذرية ودمرت هو اللي جاب لنا معناها الدواء وجاب لنا الابتكارات متاع باستور اللي منعنا من الموت. باختصار شديد ثم جانب سلبي جانب إيجابي. التمييز إذن هنا ينبغي أن يقوم على الفرق بين جوهر العلم وتوظيف العلم. هذه مسألة قديمة وفلسفية وما هي جديد، دونك ما جابش جديد. كم بها هذه الكوميتي ديتيك مولدي، الكوميتي ديتيك يعطيك الصحة. أنا على المجال أمام تمام. طلبة يطمحوا أنهم يمشيوا ويعملوا انجينيورا في الذكاء الاصطناعي. مش صحيح، الجامعات الأجنبية ولي يعسوا عليها البوليسية يا بنتي يهديك ربي، ما عادش كوميتي راو تفهم
راه يختير الامور والتو الناس تعمل في ديتيز في الجامعات تاع انحراف كلم عليها وزير التعليم العالي البارح التو يا مولدي مش قديمه راهي توا الناس تعمل في اطروحات دكتوراه مضروبه نتاع انحراف علمي نتيجه انه ماناش مسيطرين على هذا الذكاء الاصطناعي. باهي مولدي رجعت. طيب بالنسبه لينا ثم ست عناصر عناوين قالهم السيد رئيس الجمهوريه في خطابه ورد ربط بين الجوامع والجامعات. اولا اثنين اعتبار الإخفاق هو أساس النجاح. ثلاث هجاء على طريقتي المتنبي والمعر. أربعة إرشاد بيداغوجي. خمسة قدح في التجارب الإصلاح السابقة كلها. سادسة إعلان الاستشارة انطلاق الاستشارة يوم 15 سبتمبر. أنا من الستة هذوما باش ناخذ زوج عناصر. الإرشاد البيداغوجي أنا بالنسبة لي لما نمضي من المولدي قسوم توا ما عنديش 32 سنه في التعليم العالي اقل برشا. لو الاقل برشا هذيك عديتها ولم اترك اثرا علميا وحيدا ما عنديش حق نقري التوانسه ونعملهم ارشاد بيداغوجي ونعطيهم درس في الفرق بين الاملاء والتفكير الى غير ذلك. ما عنديش حق وبالتالي هذاك خارج الموضوع اصلا. متفاهمين؟ نمشي مباشره للمعطى الاهم. سامحني وهو الاعلام سامحني ليدوكاسيون ليبنيتس يقول ليدوكاسيون ابخون لي زورس ا دونسي تخلي ليدوكاسيون حاجه صعيبه برشا ما باش تبني عقل راهو ما عندكش حاجه اخرى. نقصد حاجه اخرى جامعي بالنسبه لي انا جامعي وعلاش ذات يوم في وسيله اعلام في غير هذا المكان اقترحت ضروره التخلي على الترسيم الجامعيين ليكون منطق ومكسب الاستقرار الوظيفي والمهني مبني على التلازم بين ثنائيه الانتاج والتدريس. ما تنتجش تروح البحث وتقري في الجامعه تقري دروس تقري انتاجاتك الفكريه. المشكلة أنه نحن هذه ما استحسنهاش وسحلوني تعرف على الفيديو سحل ما عندكش فكرة. فالبارح أجد إرشاد بيداغوجي ما عندوش يعني خارج موضوع تعرفوا الوضع. طيب مش نمشي الموضوع الأهم أصلا اللي هو إعلان الاستشارة انطلاق الاستشارة على شنو؟ على المجلس الأعلى للتربية والتعليم اللي منذ البداية هي تجربة ستكون أولى في البلاد ولكن الفصل 135 من الدستور التونسي افسد هذه التجربه الاولى قبل ان تولد لسبب بسيط. شو يقول؟ يتولى المجلس الاعلى للتربيه والتعليم ابداء الراي. انتهى الامر. وظيفته ابداء الراي. ماذا يعني ان يكون عنده صفه استشاريه؟ ابداء الراي هذه نحن جربناها وشهد شاهد من اهلهم الاستاذ امين محفوظ نحيوه الصباح كتب كتاب صادق بالعيد والصادق بالعيد اما على الاقل امين محفوظ وثق وذكر ان ابداء الراي في العقل السياسي زي العقل السياسي للسيد رئيس الجمهوريه ما عنده حتى قيمه سوري في زوز مناسبات الاستشاره الالكترونيه اللي 34% من 80 الف اللي جاوبوا على سؤال متعلق بالدستور والنظام السياسي ونظام الحكم 33% فقط طالبوا بتغيير الدستور و64 طالبوا بتعديل مش تغيير تعديل الدستور القديم خلى الاغلبيه ومشى الاقليه كما فهمه هو لعلاقه 11% والسوبيريور ماتيماتيكمون انكونسيفابل سوبيريور 89% فضلا على ذلك الاستشاره نتاع لجنه ال 40 او ال 44 مآلاتها شنو بالنسبه للسيد رئيس الجمهوري. نجي توا علاش مره اخرى نقول انه هذه التجربه يعني وكان افسدنا متعة المرة الأولى. كلمة المرة الأولى عادة تعطي أفوري. نحن أفسدناها بهذا الفصل الدستوري بمجرد أن يكون يحدد صلاحيات هذا المجلس في صفة استشارية. أنا عندي دبشات وخادم على المفهوم هذا وعلى الهيكل هذا لسنوات وعندك ميكروز عندي الدبشات هذوما باختصار باش نكثف ونختصرش فيه. الجامعة المواطنية هذا إنجاز 2008 عنده 5 سنين التالي هذه الطبعة الثانية 2018 سامح الطبعة الثانية تاع 2020 هذا عمل أطرته وقدمته وما إليه ومساهمتي فيه عنوانه نهاية الجامعة أو ما بعد المعرفة الأكاديمية لا تيز فوندامونتال بتاعه اللي ما عندناش منظومة جامعية وعمرها ما تأسست عندنا جامعة في تونس. عندنا منظومة تعليم عالي بعد 60 سنة اكتشف أنها مكلفة بالتكوين المهني الفاشل وفقا للمواصفات العالميه على 8 محاور و8 شروط اقلها نختزل بختي. شوف وحده النظام المعرفي الوحده المجاليه للجامعه وحده الجامعه الاكاديميه والاستقلاليه التامه على المنظومه الجامعيه. ما عندناش الشروط هذه دونك ما عندناش جامعه. عندنا منظومه تعليم عالي مكلفه بالتكوين المهني وهي لا تقوم على بناء سياسه علميه
بل سياسة تعليمية لمحو الأمية ورفع الجهل، ثم تكوين كوادر للدولة لا أكثر ولا أقل. والجامعة هي من الأساس من اللي اكتملت التجربة ومفهوم الجامعة مع تجربة هومبولت في ألمانيا، هي بناء السياسة العلمية مع الناس سياسة علمية في تونس. هذه بعد تالي استنطقنا بناء على التجربة هذه مفهوم المجلس الأعلى للعلوم والنظم المعرفية والبحوث الأكاديمي، هو موجود في الكتاب هذا، تساؤلات حول الجامعة المواطنية زمن الحجر الوبائي، الطوم دو متاع هذا 2020. شنية هذا على ماذا يتأسس؟ تلقوه في مساهمتي اللي عنوانها الفيروس التاجي وضرورة إعادة بناء الجامعة التونسية، ضرورة إعادة مش إصلاح، هرد معاود من جديد، وهذا هو اللي يلزم، لأنه ما عندناش منظومة جامعية. على شنو تقوم في تصوري المجلس الأعلى هذا؟ يقوم على زوز مؤسسات مهمة. المجمع الأكاديمي عنده مهمة علمية كيما الأكاديمي فرنساز مثلا. واليوم ثم مثال بسيط ما انتبه لهش، اللي هو تعرف آخر مرة في تجربة الإنسان المواطن التونسي اللي قرأ وكمل القراءات الكل، آخر مرة وقف على التقييم العلمي متاعه وقتاش؟ في البكالوريا. في الجامعة كل مسيرة جامعية لجان مضروب وعلى مسؤولية، وأنا خرجت ذات يوم فضيحة دفتر من فساد من صفحات الفساد الأكاديمي، مقال في جريدة الشارع المغاربي طويل على لجنة كنت موجود فيها، واكتشفت تلاعب بشهادة التأهيل، مش تلاعب بشهادة التأهيل. دونك ولت ثم حاجة مستعجلة مهمة، يعني هذا المجلس الأعلى يقوم على زوز عروس أساسية، المجمع الأكاديمي ثم السلطة العلمية التعديلية المضادة. شنو هي مهمتها؟ هي هيئة رقابية أكاديمية وعلمية، الكل يجب تخضع الاستقلالية التامة، ينبغي أن تكون كلها منتخبة من القاعدة إلى القمة. المشكلة وين؟ حاصل في دقيقة المشكلة وين؟ وأيضا زدت طورت نفس المشروع في الكتاب هذا اللي خرج عنده تقريبا 7 شهور تو. وذكر بيعني ذكر العنوان هو المدرسة الدكتورالية للجامعة المواطنية، عنوان الدورة الأولى علوم الإنسان والاجتماع في سياق انتقال بيانسي قبل النقاش. أما قريتوه حتى تناقشوه، هاي المشكلة حاجة عندها 5 سنوات موجودة في المكتب. لا قريناها عند ناس أخرين زادة، سامحني راه هذا مش معناها بدعت العجلة، خلني كنت حاب نناقشوك. لا ما نحبش نشوف البرنامج ما نجم نناقشوك. لا هو نجم نناقشوا، اما ما فهمنا من حتى فكرة. انا في 4 دقائق جوستو في 4 دقائق تو الجامعة الكل رديتها انت حد شيء، وانت هو زعيم زمانك تو معقول هذا؟ خلني نناقشوك زاد. لا الوقت ما يسمحش، الوقت ما هو جوستو ما هو هذا المشكل. اذا يوفوا الوقت بالطريقة هذه قلنا الاستشارة مش معقول. تو قول لي معناها الناس مثلا، سامحني تو سامحني راهو عيب، راهو ثم جامعات وثم باحثين وثم ناس تكتب، مش كان انت راهو، وثم جامعة مواطنية وبوبولار ولا تحب انت وبوست ولا تحب خطوة، نحن نمشوا نزوروا واحد توا وقتي ولا وقته. لا سامحني يا استاذ راهو عيب، راهو زاد عليك تجي تقول واحد يمشي يزور واحد ضربه معناها لغم في جبل كذا والاخر مشى لامه معناها في الباك معناها يثمنوا تولي يولي الخفاق هو القاعدة. لا يا سيدي قال رام الأخ، لا انت قلت هو يدافع على الخفاق، بينما هو قال رام الأخ أخفقوا، رام ينجموا ينجحوا، رام ينجموا ينقضوا واحد، ورام أكبر العلماء أخفقوا في حياتهم ورام ينجموا ينجحوا. ما قالش راهو الأخفاق هدف وراهو الأخفاق باهي وكذا، وما قالش راهو التعليم يزم يولي جوامع، قال الزيتونة وما أدراك ومع الجامعة والجامعات، يحكي على الهوية نتاع البلاد. سامحني يزمن نناقشك راهو زاده، والكنت تحكي فيه تو الكل فيه جزء صواب وفيه جزء يزم يتناقش زاده حبيبي. باهي نتقابلوا الجمعة الجاية نكملوا النقاش كيما تحب. انا نحب كمل التسعة وقتنا وفي للاسف لان لا نكون مضطر، وحتى الهيئة الاستشارية نتاع الدستور وغيره راهو اشترها زي فوهم، وانا كنت حاضر فيها، والجماعة اللي استشهد بهم صديقنا مولدي راه مش صحيح اللي قايل القاضي يقولوا فيه. هذا كيفاش باش يستوعبوا اقتراحاتنا في اللجان الاستشاريه؟ هذاك علاش انا ما عنديش ثقه. انا ما عنديش ثقه انه الادعاءات وتزوير خطابات الناس وتضليل الجمهور زاد اداه في المشاركه. الجمعه الجايه استاذ باش تقول لنا علاش يمكن معاش في كلام ما قالتوش يا سي مولدي، ولينا نحن ننظروا للخفاقه. شكرا لكم، شكرا 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 شكرا، ميرسي بوكو حاديمي محجوب، شكرا مولدي قاسومي سعدين ديودي. نمشيو للاخ اخبار وين ما سمعكم حتى العشاء، نقاشنا الجمعه الجايه نوعدكم باش نوصلوا على لا ما نجموا نناقشوا مولدي احنا مستنسين.